هذا ما تبقى من مستشفى الحجر الخاص للمصابين بالفيروس في الناصرية، وتخوف من تكرار الكارثة في البصرة التي تمتلك الشفاء رقم 9 في سلسلة من المستشفيات الكرفانية عموم المحافظات الوسطى والجنوبية. وصحة البصرة تتنبه العجز الحاصل في وسائل السلامة والحماية في مستشفياتها. أكدنا اليوم في اجتماعنا على متابعة السلامة والأمان في المستشفيات، خصوصا الجهات الوبائية، منظومة الحريق، وأيضا الجهاز الإنذار المبكر. هناك بعض الطلبات يعني رفعت سابقا إلى دائرة صحة البصرة، وأيضا رفعت إلى وزارة الصحة، وأيضا إلى محافظة البصرة بهذا الخصوص. وهناك مبالغ مالية نحتاجها كصحة البصرة لإكمال مستلزمات الدفاع المدني في مؤسساتنا الصحية وبالخصوص المستشفيات. بعض الأحيان يحتاج إنه متابعة وجهد حكومي ومختلف الجهات تكون ساندة، تشمل المحافظة، الوزارة، خلينا نقول الحكومة المركزية. بعض الأحيان هي خارجة أو يعني بعيدة عن قدرات المؤسسات الصحية. مراقبون أكدوا ضعف أداء الملف الصحي عموم البلاد، موعزين ذلك إلى سيطرة الحكومة المركزية التي سحبت صلاحيات الدوائر الصحية من المحافظات خلافاً للتشريعات الدستورية والقانونية. اليوم المركزية المقيتة هي اللي قاعد تؤدي إلى هذه الحوادث. اليوم لو يعطون صلاحيات إلى المحافظات أكبر وأكثر إلى المدراء العامين، حتى اليوم تقدر بنفس الوقت الجهات اللي موجودة داخل المحافظات، الجهات الرقابية تقدر اليوم تراقب عمل المستشفيات. اليوم ما ممكن اليوم تبقى سلطة المستشفيات تحت أمرة المركزية. هاي القضية الأولى. القضية الثانية اليوم قضية الفساد. الفساد المستشري في المستشفيات، لا مبالاة في حياة المواطن. بعد أحداث مستشفى ابن الخطيب، ماذا اتخذت الحكومة المركزية تجاه السلامة في المستشفيات؟ مستشفيات من الصفيح المبطن بمادة الفوم سريعة البناء سريعة الاشتعال، على الرغم من وجود عشرات المستشفيات قيد الإنجاز المتعثر. فهل ستلتفت الحكومة المركزية إلى افتتاحها بديلا عن المستشفيات الكرفانية؟ لقناة دجلة، حسن مظلوم، البصرة.